تمام، احنا في المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها بدأنا نتكلم على السيل بلانينج والفريكوينسي ريوز وازاي نحدد النمبر اوف شانلز والكاباسيتي والسيل ريديوس، والحكاية مشيت ان احنا بنعمل لينك بادجت، بنشوف الاكسبتبل انترفيرنس ونبدأ نشوف الريوز ديستانس، وخدنا كام معادلة كده بسيطة. لو عندنا الهكساجونال سيل شيب نقدر نطلع الكلاستر سايز ونشوف الديزاين بتاعنا عامل ازاي، ونشوف الكاباسيتي اللي هو النمبر اوف سيمالتينيوس كولز. واخر سؤال سألناه المحاضرة اللي فاتت وهنحاول نشوف اجابة ليه النهاردة، يعني انا لو عندي منطقة جغرافية فيها 100 يوزر وفي بيز ستيشن بتخدمهم، هل احط 100 شانل ولا احط 10 تشانل ولا كام؟ هل ال 100 يوزر هيبقوا اكتف في نفس الوقت تحط لهم 100 تشانل، يبقى كل يوزر ليه تشانل بتاعته، ولا في probability ان هو هيتكلم او مش هيتكلم؟ فالمية مش هينفع احط لهم 100 تشانل، احط لهم 10 او 5 ولا 20. وهنا السؤال دوت اجابته مرتبطة بشوية حسابات رياضية فيها probability distributions، فيها حاجة اسمها الكيوينج ثيوري. فالجزء ده او التوبيك ده اللي هما بيسموه الترانكينج اند الجريد اوف سيرفيس، هنشوف يعني ايه ترانكينج ويعني ايه جريد اوف سيرفيس. ساعات بيختصروها جي او اس، جريد اوف سيرفيس، وهنشوف ايه المقصود هنا بالجريد اوف سيرفيس ديت، والترانكينج ده عبارة عن ايه، ونحاول نجاوب السؤال. لو انا عندي certain number of users احط لهم كام channel. المفروض ان اجابة السؤال ده بقى بتكمل الصورة اللي احنا بنحاول نبنيها من اول الترم: ال wireless propagation، طب ال cell size، طيب ال cluster، طب ال frequency reuse، طيب ال trunking و grade of service. طيب in this section we will try to answer the following question: How many communication channels are required so that a given number of users can be served with sufficient or acceptable quality? لو السؤال اللي سألناه من شوية، لو أنا عندي given number of users 100، how many communication channels are needed عشان أسيرف ال 100 user دول with a sufficient quality؟ والكواليتي هنا هنشوف معناها ايه كمان شوية، هي حاجة اسمها البلوكينج بروبابيليتي، يعني ايه الاحتمالية ان حضرتك تفتح التليفون بتاعك وتيجي تعمل مكالمة يقول لك النتورك بيزي. ما هو النتورك بيزي دي معناها ايه؟ معناها ان الشبكة ما فيهاش تشانلز فاضية، كل التشانلز اللي فيها مشغولة. في الحقيقة بتهيألي احنا انا عن نفسي بقالي سنين طويلة قوي ما سمعتش كلمة نتورك بيزي، كل ما برفع تليفون اتكلم بلاقي تشانل، واضح ان الكواليتي معقوله. فهي ان هو ده السؤال، نحط كام تشانل عشان نخدم certain number of users with a sufficient quality، والكواليتي دي اللي احنا هنعرفها كمان شويه مرتبطه بالجريد اوف سيرفيس او البلوكينج بروبابيلتي. خلال الدسكشن بتاعتنا محتاجين نعرف و need to define certain parameter مهم هو اللي هو بيسموه الترافيك intensity لل user. ايه ال traffic intensity؟ هنا بنتكلم على voice calls، فال traffic intensity بيعرفوها يسموها ايه؟ AU، هنا عشان هي for each user، فكل user ايه ال traffic intensity بتاعته؟ ال traffic intensity تعريفها كالآتي: هي حاصل ضرب، هي ال product بتاع حاجتين. أول حاجة هو ال call arrival rate for each user بيسموه lambda، يعني انت كيوزر بتعمل كام مكالمة في الساعة، مثلا مكالمة كل ساعة، مكالمة كل ساعة، طبعا on average، يعني انت هنعمل نعمل averaging لليوزرز ونشوف ال arrival rate لليوزر بكام، لامدا بكام، ولامدا هتتقاس calls per hour، فلامدا الوحدات بتاعتها calls per hour او per second مش فارقة. يبقى انت دلوقتي هتعمل كام مكالمة في الساعة؟ ده السؤال. طيب الحتة التانية، طيب ما أنا عملت مكالمة بس المكالمة قعدت ساعة، وواحد تاني عمل مكالمة بس قعدت دقيقة،
فالجزء الثاني من الحكاية هو الـ average call holding time أو الـ call duration اللي هو بيسموه H. تمام، فهنا يبقى الـ duration قد إيه واللامدا اللي هو الـ call arrival rate قد إيه، ويبقى الـ AU اللي هو الـ user traffic intensity بتساوي لامدا في H. لامدا بتتقاس calls per hour، ماشي ما جراش حاجة، أو per second، هي مش فارقة ليه؟ لأن إحنا هنشوف وحدات ال duration، فيبقى ال H دي اللي هو ال duration لو قسناها بال hours خلاص يبقى هي ال hours تروح مع hours، لو هتعملها calls per second يبقى هتضرب في ال call duration بال second أو بال minute أو whatever. فيبقى ال quantity دي مهمة اللي هي ال user traffic intensity، ال AU اللي هي لامدا في H، لامدا ال call arrival rate كم مكالمة في ال unit time، وال H هو ال duration بتاعتها. ال traffic intensity هي المفروض dimensionless quantity، يعني المفروض ان هي dimensionless quantity لان انت لامدا هي calls per unit time وبتضرب في unit time فهيروحوا مع بعض فهي dimensionless. لكن هما ادوها يونت، اليونت دي اسمها ايرلينج، ايرلينج ده اسم العالم الساينتست اللي عمل حسابات تخص موضوع الجريد اوف سيرفيس واجابه السؤال اللي فوق ده. فهم بيسموا الترافيك انتنسيتي بتتقاس بوحده اسمها ايرلينج، الايرلينج ده اسم بني ادم يعني ماثيماتيشن هو اللي عمل الحسابات دي. لكن نيفرزايز ان هي dimensionless quantity، يعني هي لان كل arrival rate هو 1 over s 1 over second والholding time in seconds فهيروحوا مع بعض. طيب فدي كده اول نقطه. ف in order to answer the previous question اللي هو ايه بقى، how many channels are needed to serve a given number of users with a certain acceptable quality، we need two theories في الحقيقه، حاجه اسمها ال trunking theory، حاجة اسمها الكيوينج ثيوري. وفي الحقيقة الترانكينج ثيوري it has to do with هنشوفها دلوقتي، ان انا هبقى عندي pool of resources والpool of resources ديت shared ما بين اليوزرز. والكيوينج ثيوري دي ثيوري بتتكلم على لو انا عندي سيرفر بيقدم خدمة انها هتستنى في طابور، كيو هنا بمعنى طابور، الناس هتستنى في الطابور عشان تاخد السيرفيس دي، هتستنى قد ايه؟ الـ average waiting time عشان تاخد السيرفيس، السيرفيس بتاخد وقت قد ايه؟ يبقى في wait time وفي service time، وكمان طب الكيو طوله قد ايه؟ هل الكيو اللي هو الطابور ليه طول محدد ولا ممكن يبقى طوله بلا نهاية؟ والـ queuing theory في الحقيقة مفيدة قوي في الديزاين بتاع الـ data networks. لو انت شركة زي جوجل وبتعمل سيرفرز، تحط كام سيرفر عشان تخدم الناس على مستوى العالم؟ فتحط 10 سيرفر ولا 1000 سيرفر ولا مليون سيرفر؟ طيب السيرفر دوت بيقدم سيرفيس للناس في وقت قد ايه؟ لو انا كيوزر هطلب سيرفيس من جوجل سيرفر بعمل سيرش على حاجة هستنى في طابور، فالويتنج تايم قد ايه؟ وقد ايه السيرفر ياخد وقت عشان يرد عليا؟ طيب هل ده يدينا كواليتي اوف سيرفيس كويسه ولا وحشه؟ ففي حسابات كتير مرتبطه بالحكايه دي. فالكيوينج ثيوري ده توبيك ضخم جدا، ليه كتب بتتكلم عليه وناس بتتكلم عليه، وات هاز تو دو ويز ا لوت اوف ثينجز، منها مثلا الديزاين بتاع الداتا نتوركس بتاع هنا في حاله الوايرلس نتوركس وهكذا. احنا مش هنتكلم بتفصيل على الترانكينج او الكيوينج ثيوري، لكن هنتكلم بس على افكار بسيطه خالص ونوصل للكونكلوجنز اللي ايرلينج وصل لها ونحاول نستخدمها عشان نعمل الديزاين بتاعنا. لكن I invite you لو حد interested ان هو يعرف ايه هي الكيوينج ثيوري يدور عليها اكتر ويشوف ازاي بتستخدم في الديزاين بتاع حاجات كتير. The fundamentals of the trunking theory were developed by Erling, who was a Danish mathematician of 19th century. بيحاول يجاوب سؤال: how large population could be accommodated by
a limited number of servers؟ وهو ده السؤال اللي احنا مهتمين بإجابته. How large a population can be served given a limited number of servers؟ فهو limited number of servers في حالتنا احنا السيرفرز دول اللي هم التشانلز الوايرلس تشانلز تقدر تخدم كام يوزر بليميتد number of channels. والنهارده الميجر اوف الترافيك انتنسي زي ما قلنا بيتقاس بالايرلينج اللي هو اسم الماثيماتيشن دوت. فالترافيك انتنسي بير يوزر اللي كانت عامله ازاي؟ حد فاكر؟ حصل ضرب حاجتين لامدا في اتش لامدا الكول ارايفل ريت كولز بير سكند او كولز بير يونت تايم و اتش هو الكول ديوريشن وده بير يوزر. يعني مثلا عشان نفهم اكتر الايرلينج ده معناه ايه؟ Consider a call arriving rate of 10 calls per hour. يعني اللامدا بتاعتنا في يوزر معين بيعمل 10 مكالمات في الساعة. With an average call duration of 3 minutes. يعني ال average call duration ال H بتاعتنا 3 minutes. فلو عايزين نحسب الـ traffic intensity نحسبها ازاي؟ هتبقى الـ traffic intensity للـ user ده بتساوي lambda of h يعني 10 10 هنا calls per hour يبقى انا عايز الـ duration h تبقى كمان بالـ hour اللي هي 3 على 60 فيطلع نص earning. طيب نفهم النص ده ازاي؟ لو بصينا كده 10 مكالمات في الساعة كل مكالمة 3 دقايق يعني اليوزر ده بيتكلم كام دقيقة في الساعة؟ حد كده يقول لي لو انت 10 مكالمات والمكالمة 3 دقايق يبقى اليوزر ده بيتكلم قد ايه في الساعة؟ كام دقيقة؟ 30 دقيقة بالظبط بيتكلم 30 دقيقة. يبقى النص اللي طلع معانا ده نفهمه ازاي؟ نفهمه ان الترافيك انتنسيتي بتاعت اليوزر ده هتخليه بيزي نص الوقت. يعني ايه نص الوقت؟ يعني في الساعه هو بيتكلم نصها مش شرط كونتينيوسلي. هو عمل 10 مكالمات كل مكالمه 3 دقائق فالترافيك انتنسيتي بتاعته نص ايرلينج. يعني في الساعه هو بيتكلم نصها. فالنص ده نفهمه بالمنظر دوت ان هو هيقعد قد ايه من الساعة بيتكلم او قد ايه من وحدة الوقت بيتكلم كويس. ف which may also be interpreted as having a radio channel that's occupied for 30 minutes during an hour. فاليوزر ده اللي عايز نص ايرلينج هو محتاج one channel تبقى معاه نص ساعة في الساعة 30 دقيقة كل ساعة كويس. فال one earning لو earning one earning ده معناه هي ال amount of traffic intensity carried by a channel that's completely occupied. هنا completely occupied معناها occupied for 60 minutes in an hour. وعشان نفهم الحكاية دي خلينا نشوف كده كام سؤال. طيب لو أنا عندي اليوزرز اللي في سيل معينة التوتال ترافيك بتاعتهم 5 ايرلينج يعني إيه؟ نفهم 5 ايرلينج دي إزاي؟ يعني أنا لو عندي سيل وحسبنا حساباتنا وطلع إن اليوزرز اللي في المنطقة دي عايزين الترافيك انتنسيتي بتاعتهم 5 ايرلينج نفهم 5 دي إزاي؟ كم عدد كده بخمس ساعات بالظبط 5 ساعات خلال وحدة زمن قد ايه؟ ساعة يعني في ساعة احنا عايزين 5 ساعات مكالمات. طب نعملها ازاي ديت؟ عايز كام تشانل؟ ايه؟ نزود التشانلز
بالظبط، يبقى انت عايز 5 شانلز. فالخمسه ايرلينج دول معناهم ان انت عايز خلال الساعه تعمل مكالمات بما يعادل 5 ساعات. يبقى انت عشان تخدم الناس ديت انت عايز 5 شانلز. طيب لو منطقه تانية فيها الترافيك انتنسيتي مثلا اون افريج 23 ايرلينج، يبقى انا في الساعه متوقع اعمل 23 ساعه مكالمات. Within 1 hour I'm expecting to have a 23 hour of calls. طبعا ده هنا فكرة ان هو هيبقى simultaneous calls طبعا. ويبقى انا محتاج على الاقل 23 channel عشان اخدم الناس اللي هنا. فانت هنا نقلت الفكرة من how many users وكل user عايز channel الى how much traffic you have. فهنا الكي ايديا ان احنا هنعرف الترافيك انتنسيتي اللي هي لامدا في اتش، ومنها نحاول ندور على معادلات وبروبابيليتي تقول لنا لو انت عندك الترافيك دي حط كام. واضحه الفكره؟ تمام. طبعا الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده، انا بس بحاول اقرب الفكره لاذهانكم، فكره يعني ايه الايرلينج دوت. لو حد عنده مشكله يقول لي لو سمحت. تمام. طبعا في تو اكستريم كيسز للبلاننج في الحاله دي. اول حاله الورست كيس ديزاين. ايه الورست كيس ديزاين دوت؟ لو احنا اتس اسيومد ان اول يوزرز وونت تو كول سيمالتينيسلي، لو كل اليوزرز هيتكلموا سيمالتينيسلي which is a worst case scenario، ساعتها لو انت عندك 100 يوزر يبقى انت عايز 100 شانل. فهنا if the network operator wants to serve 700 users per cell it has to provide 700 speech channel. وده طبعا worst case scenario عمره ما هيحصل. Of course such a network should never be built in practice، لان انت احتمال ان ال 700 يوزر يحب يعمل مكالمات simultaneously تقريبا بصفر. ده بالظبط كده زي ما قلنا يمكن المحاضره اللي فاتت، this would be like designing a hospital that can treat all inhabitants of a city at the same time. لو انت عندك ال population في بلد معينة مثلا 100,000 بني آدم، فتعمل مستشفى تخدم 100,000 بني آدم سيمالتينيوسلي، ما هو 100,000 مش هيعيوا مرة واحدة طبعا. في أيام كورونا الموضوع كان، حتى أيام كورونا ما مش البلد كلها عيت، بس نسبة العيا زادت، بس الفكرة البروبابيليتي إن ده يحصل ضعيفة جدا. فأول حالة الورست كيس سيناريو هتديزاين على الورست كيس كل اليوزرز سيمالتينيوسلي عايزين يعملوا مكالمات. الاكستريم التانية هي البيست كيس ديزاين. ايه البيست كيس ديزاين دوت؟ برضه لو واحد متفائل جدا بقى عمل ايه؟ قال لك طيب if we know that a typical user بيستخدم التليفون only 20 minutes per day، فبيعمل التليفون بيستخدمه 20 دقيقة في اليوم. طيب ف وعندك 700 يوزر، يبقى انت عايز كام دقيقة في اليوم؟ فانت لو بصيت هنا كده هتلاقي ان انت ال 700 يوزر كل يوزر هيتكلم 20 دقيقه في اليوم، هتلاقي ان انت محتاج 14,000 دقيقه مكالمات per day. لو قسمت ال 14,000 دقيقه على عدد الدقايق اللي في اليوم 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة، حد كده يحسب ويقول لي يبقى هنعوز كام شانل. فده مينت بير داي وده المينتس ان داي. لو قسمت دول هيطلعوا غالبا 10. فالعشرة دي معناها ايه؟ يبقى انت السيستم دوت اليوزرز اللي فيه محتاجين 14,000 دقيقة مكالمات في اليوم which is 10 times العدد الدقائق اللي في اليوم، وانت عايز 10 simultaneous calls 10 simultaneous speech channels. فمفروض نظريا a system with 10 speech channels should be able to serve such number of users. طبعا الاناليسيس ده فيه غلطه او يعني فيه تفاؤل زياده عن اللزوم او في مشاكل. ايه المشاكل اللي هنا؟ اول مشكله في البيست كيس دوت ان انت افترضت this computation assumes ان all users will call sequentially
ان انت افترضت ان انت هتقسم ال 24 ساعه على اليوزر، هتدي مايك ال 20 دقيقه من 8 ل 8 وثلث مثلا، ومصطفى من 8 وثلث ل 48 دقيقه، كل يوزر 20 دقيقه وسيكوينشال، او لو هتدي كل واحد 5 دقائق سيكوينشال وتلف عليهم. ما خدتش في اعتبارك ان في احتمال ان في 3 4 يوزر هيتكلموا سيمالتينيسلي، لان لو 3 4 يوزر هيتكلموا سيمالتينيسلي الحسابات دي هتبوظ. فاول مشكله في البيست كيس دوت ان انت افترضت ان اول يوزر ويل كول ان سيكوينشال. الحاجه الثانيه ان انت افترضت ان النيو يوزرز ويل دايل ان as soon as old ones have finished their calls. يعني مش مفترض ان في اوقات مفيش حد هيتكلم خالص، لان معنى كده ان انت مايك يخلص مكالمته انت عايز اليوزر اللي بعديه يخش على طول عشان ما تخسرش وقت. انت بالظبط حاسب ال 24 ساعه كانهم كلهم اوكيبايد، and they do so ان هم بيتكلموا المكالمات ديت evenly distributed over a 24 hour period. يعني ممكن هتلاقي حد يجي يتكلم الساعه 12 الفجر، 1 الفجر، 2 الفجر، وانتهى المفترض ان هي بنفس ال distribution. طبعا احنا عارفين ان في busy hours غالبا بتبقى فتره مثلا الساعه 10 11 الصبح والساعه 4 5 بعد الظهر، ممكن تبقى دي busy hours اكتر من بقيه الايام، واكيد بقيه الوقت، واكيد مثلا الساعه 1 2 بالليل دي احتمال المكالمات اضعف. فهنا البيست كيس ديزاين ده اهمل او ما خدش في اعتبار الفاكتورز دي، فبالتالي لا الورست كيس ديزاين ينفع ولا البيست كيس ديزاين ينفع. احنا عايزين حاجه في النص، كومبرومايز ما بين التو سيتويشنز. هل الدسكشن واضحه ولا فيها مشكله؟ تمام يا دكتور. So obviously neither scenarios is realistic. Neither of these two extreme cases is realistic. ومن هنا بقى يبان الفكرة بتاعت أو الهدف بتاع الجزء ده من الكورس، اللي هو the art of network design is to predict the call behavior of users and derive the physical infrastructure, the number of channels that guarantee an acceptable grade of service. Acceptable grade of service. وهنا الكونسبت ان بما اني مش هقدر اديزاين على الورست كيس وادي كل يوزر تشانل بتاعته، ومش هقدر اديزاين على البيست كيس، انا عايز اديزاين على acceptable grade of service. والgrade of service هنا مرتبطه بالprobability ان اجي اعمل مكالمه وما الاقيش تشانل. فطبعا في الحاله الاولانيه بتاعت الورست كيس البروبابيلتي ان انا بما ان انا عامل لكل يوزر تشانل، عندي 700 يوزر فعندي 700 تشانل، فطبعا هنا الجريد اوف سيرفيس ممتازه، لان انا مفيش احتمال ان انا اجي اعمل المكالمه وما لقيتش تشانل صفر. لكن انا مش عايز الصفر دوت، لان هو مش هينفع اعمل كده، لكن انا عايز اقلل البروبابيلتي دي اخليها مينيمم، لكن مش هينفع اخليها صفر. فالgrade of service مرتبطة بالprobability of blocking، اللي هو البلوكينج هنا مقصود بيه ان اجي اعمل مكالمة وما الاقيش channel. السيلولر radio systems rely on trunking theory. وايه المقصود بالtrunking theory؟ ان احنا عندنا pool of resources، والpool of resources ديت shared ما بين اليوزرز، وبتبقى assigned on demand. فالترانكينج ثيوري محتاجينها to accommodate a large number of users using a limited spectrum أو limited number of channels. فالكونسبت هنا إن إحنا عندنا large number of users who are sharing the relatively small number of channels. إزاي؟ إن أنا بيبقى عندي pool of shared resources أو pool of channels، والchannels دي بتبقى assigned on demand. يعني مش معنى ان انا معايا تليفون وان التليفون شغال وواصل على الشبكه ان انا معايا ترافيك تشانل بتاعتي، لا، هو في شويه تشانلز موجودين في النتورك، وانا لما اجي اعمل مكالمه اون ديماند هيبدا يأساين ليا تشانل من البول ده. دي فكره الترانكينج. فالترانكينج مقصود بيها ان انا لما كيوزر احب اعمل مكالمه الشبكه هتديني a channel من ال pool of available channel، ولما اخلص I will release the channel دي للشبكة عشان تديها اليوزر تاني يتكلم عليه.
In a truncated radio system, each user is allocated a channel on a per call basis او on demand يعني. يعني كل لما اجي اعمل مكالمة هيديني channel. And upon termination لما المكالمة تخلص, the previously occupied channel is immediately returned to the pool of available channels. هنسيبها ترجع تاني pool of available channels. يبقى الترانكينج سير عندك limited number of channels, هتحطها في pool of shared resources, shared channels, والشانلز دي assigned لليوزر based on per call basis او on demand. يعني لما يجي يوزر يعمل مكالمة هنديله channel, خلصها هيريليز للشانل, وبالتالي عدد اليوزرز هيبقى اكبر بكتير من عدد الشانلز ان الشانلز assigned on demand. طيب فالترانكينج بالاكسبلويت ايه بقى؟ الستاتيستيكال بيهيفير ريفيوزر. الستاتيستيكال بيهيفير مقصود بيه ان لو عندي 100 يوزر مش المية كلهم هيعملوا مكالمة في نفس الوقت, في probability بتحكم, في probability distribution تحكم الحكاية دي, فان الستاتيستيكال بيهيفير ده هو اللي هيساعدني اشوف عدد الشانلز اللي تتحط في الشيرد بول دي قد ايه عشان اخدم certain number of user with a certain grade of service with a certain probability which is to be minimized بالنسبة ان انا اجي اعمل مكالمة وما الاقيش channel. يبقى statistical behavior of user so that a fixed number of channels or circuits may accommodate a large number of user. طبعا في trade-off ما بين حاجتين, the number of available channels and likelihood of a particular user finding that no channel are available during the peak calling time. ليه بيسموها ان تبقى network busy يعني, ودي يسموها blocking, ان انا اجي اعمل مكالمة وما لقيتش channel اسمها blocking. كويس. فطبعا كل ما النمبر في channels يقل كل ما blocking probability تزيد. كل ما النمبر في channels يقل it becomes more likely that all the channels will be busy for a particular user, a blocking probability هتزيد. فده كده number of channels. لو النمبر في channels قل هنلاقي blocking probability زادت. وده طبعا معناه ان الـ grade of service قلت. فهنا في trade off ما بين الـ number of channels اللي في الـ shared pool ديت وما بين الـ blocking probability والـ grade of service. طيب فإن a truncated mobile radio system when a particular user requests a service and all of the radio channels are already in use, الـ user ده بيتعمل حاجة اسمها blocking, it's blocked or denied a service يعني. السيستم اللي بيعمل كده بيسموه Erling B system. احنا هنتعرض هنا في الدسكشن بتاعتنا الـ two types, حاجة اسمها Erling B system وحاجة اسمها Erling C system. في الـ Erling B system user جاي يعمل مكالمة لأ مفيش channel, network تعمل له blocking, هتديه network busy with disconnect المحاولة بتاعته دي, وهو he is free to try again. يعني عملت جيت تعمل مكالمة النتورك بيزي, اعمل مكالمة تانية وشوف النتورك عاملة ازاي, جايز تلاقي سيستم. فلو عملت بلوكينج والنتورك فصلتك دي اسمها ده Erling B سيستم. لكن في سيستم تاني اللي هو Erling C. ايه Erling C سيستم ويفرق ايه عن Erling B؟ والسؤال في الامتحان انت بتحل تاخد بالك المطلوب انك تحل على ده ولا على ده. Alternatively, in some systems, instead of just blocking the user, يعني جيت تعمل مكالمة ما فيش channel فقلنا لك انت blocked وهنقفل الconnection, لا ممكن نعمل طابور, a queue may be used, نعمل طابور to hold the requesting users until a channel is available. يعني انت ممكن في مشكلة النظام الأولاني في Erling B, أنا جيت أعمل مكالمة فمفيش channel فالنتورك عملت لي blocking و I got disconnected,
بس ممكن بعد ما عملت disconnecting على طول بقى في channel available، جه واحد تاني خدها ان هو dial in بعد ما انا قفلت المفيش مثلا. فالنظام التاني earning C بيعمل طابور، انا جيت اعمل مكالمة مفيش channel هيحطني في waiting list لحد ما channel تفضى فيدخلني اعمل المكالمة. فبدل ما اعمل blocking على طول هيحطني في طابور لحد ما channel تفضى، وطبعا الطابور ده طب طوله قد ايه والويت تايم بتاعه عامل ازاي. طيب لو الطابور ده طول عن حد معين هنعمل بلوكينج ولا هنعمل ايه؟ في شويه تفاصيل كده محتاجين نشوفها مع بعض، بس الفكره العامه الفرق من ايرلينج بي وايرلينج سي سيستم، ايرلينج بي اليوزر اللي يجي يعمل مكالمه والتشانل ما فيهاش والنتورك ما فيهاش تشانل هنعمل بلوكينج على طول، التاني هنحط له طابور يقف فيه شويه لحد لما تبقى تشانل افيل. في فاكتورز كتيرة بتانفلونس البلانينج بروسيس، خلينا نتكلم عليها قبل ما نتكلم على تفاصيل الايرلينج بي والايرلينج سي سيستم. التفاصيل دي محتاجين نبقى اوير بيها عشان لو هنيجي نعمل ديزاين بتاعنا. اول حاجة ان النمبر والديوريشن اوف كولز معتمدة بالاساس على التايم اوف داي. يعني ايه التايم اوف داي؟ يبقى في بيزي اور غالبا بتبقى around 10 الصبح و 4 بعد الظهر. خلال البيزي اور دي او البيك اور ناس كتير بتعمل مكالمات في نفس الوقت، وغالبا عدد المكالمات ممكن يبقى كبير قوي. فخلال البيزي اور دي it is the hour when most calls are made. والترافيك during البيزي اور دي determines ان required network capacity. فغالبا انت لما هتيجي تعمل ديزاين وتقول الجريد اوف سيرفيس هتديزاين على البيزي اور اللي هي اللي فيها اكبر عدد مكالمات بيحصل اعلى ترافيك، هتديزاين على اعلى ترافيك وتقول ان في اعلى ترافيك الجريد اوف سيرفيس قد كذا. فدي اول نقطه، ان الترافيك انتنسيتي ما هياش ثابته طول الوقت ومش هينفع نديزاين على افريج، عايزين نديزاين على البيك زي بتوع الكهرباء بتوع قسم القوه. يعني بيعملوا ديزاين لشبكات الكهرباء مش بيعملوا ديزاين على الافريج لود، هو بيشوف البيك اور اللي هي غالبا بتبقى الناس هي صاحيه الصبح من النوم بتشغل مايكرويف بتشغل تلفزيون بتشغل كذا، ففي بيك كده بتحصل اوربس 7 8 9 الصبح، وفي بيك تانية بتحصل والناس لما ترجع من اشغالها وبتشغل الغساله او تطبخ وتعمل، ففي بيك تانية في الاستهلاك اورب 4 5 وتكييفات في الصيف. ففي القصد انت لما تيجي الديزاين بتديزاين على البيك مش على الافريج، ان هو بتاع الكهرباء لما عايز الديزاين عايز شبكه تستحمل اعلى باور تتسحب منه اعلى كارنت يتسحب منه. كذلك هنا انت عايز لما تيجي الديزاين تقول لي جريد اوف سيرفيس كذا، الجريد اوف سيرفيس دي ابليكابل في اسوأ وضع اللي هو البيزي اور. في اعتبار تاني السباتيال ديستريبيوشن، ازاي الاسباتيال ديستريبيوشن بتاع اليوزرز از تايم فاريانت. يعني ممكن يكون في بزنس سنترز او السيتي سنترز او حته فيها شركات اشغال وزارات جامعه كليه، غالبا الحته ديت هتبقى زحمه بالنهار ابتداء من 7 8 الصبح مثلا ل 4 5 بعد الظهر، هتبقى جيوغرافيكالي المناطق دي هي اللي فيها الترافيك عالي، لكن بعد 4 5 ممكن يبقى الترافيك في المناطق دي قليل. فالبيزنس ديستريكت او سيتي سنترز يوجوالي ويل سي ا لوت اوف اكتيفيتي ديورينج الداي تايم، لكن المناطق النائيه الشوبينج مولز الانترتينمنت سنترز هتبقى هتشوف مور ترافيك ديورينج النايت تايم. فالسب اربس الانترتينمنت ديستريكتس ويل اكسبيرينس مور ترافيك ديورينج النايت تايم. فكمان مش مجرد في بيك اور وخلاص، مكانها بيتغير، مكانها عند البيزنس ديستريكت ولا في شوبينج مول ولا فين، فمكانها بيتغير. ممكن ده يدعو الى فكره كنا اتناقشنا فيها المره اللي فاتت الديناميك شانل الوكيشن، انك ممكن تالوكيت للشانلز دايناميكالي تو اكاونت فور السباتيال ديستريبيوشن. الحاجة اللي بعد كده ان التليفونينج هابتس اتغيرت مع السنين. يعني كان ممكن بسبب ان احنا تعودنا نستخدم التليفون وتعودنا نتكلم فيه
والشركات المحمول بتعمل دعاية إن إحنا نستخدم التليفون، فتلاقي الهابت بتاعت الناس اتغيرت. فمثلا في الليت 80s المكالمات اللي في السيلولر سيستم usually limited to a few minutes عشان التكلفة وعشان حاجات كتير والناس مش متعودة تستخدمه، لكن النهاردة أنت ممكن تقعد تتكلم في التليفون ساعة. ف تفرق في إيه؟ تفرق في الترافيك انتنستي اللي أنت بتديزاين عليها. انت الترافيك انتنستي حاصل ضرب عدد مكالمات في مدة المكالمة، فالهابتس بتاعت الناس بتتغير، فممكن الافريج كول ديوريشن تتغير، النمبر اوف كولز هيختلف، فده يغير في الديزاين بتاعك. فانت دايما لما هتحتاج تعمل ديزاين هتحط روم كده فور ان انت ممكن الترافيك تزيد. رابع فاكتور changing اليوزر هابتس are also related to offering of new services. برضو مين فينا من معرفش يعني انتوا صغيرين، بس من 15 years ago مثلا فكرة الانترنت على الموبايل دي حاجة مش كانت تبدو مش منطقية خالص. يعني ليه انا عندي انترنت في البيت والكمبيوتر هعمل ايه على الموبايل بالانترنت؟ طبعا النهارده الكلام ده سؤال يبدو غبي جدا، يعني ان احنا وجود السيرفيس خلانا نستخدم نحتاجها. فيما يبدو ان احنا من سنين فاتت كان ده فكره سخيفه ان انا يبقى عندي انترنت على الموبايل هعمل بيها ايه يعني، لكن النهارده الموضوع بقى طبيعي جدا ومنطقي جدا وما نعرفش نستغنى عنه. فده بيحصل بسبب الادفانس في التكنولوجي، بسبب السيرفيس الجديده بتطلع، بسبب البرايسنج ستراكشر ان هو يديك مكالمات في وقت معين وهكذا. فالفكره ان انت في هابتس بتتغير، سيرفيسز جديده بتطلع، وده كله بيأثر على الترافيك بتاعتك، بيأثر على البلاننج بتاعك. اي اسئله سو فار قبل ما كنا نتكلم على السبيسيفيكس بتاعت الايرلينج بي سيستم؟ تمام. طيب الكيرلينج الايرلينج بي سيستم هو بيسموه blocked calls cleared system او blocked calls cleared trunking. ايه المقصود ب-blocked calls cleared؟ ان اليوزر اللي هنعمل له blocking اللي هيجي يعمل مكالمه مش هيلاقي channel هنعمل له clearing، هنمشيه من النتورك. مقارنه بالايرلينج سي ان الناس اللي هعمل لها blocking هحطها في طابور تستنى. طيب فين الايرلينج بي trunked system؟ The user who is requesting to make a call is given immediate access to a channel if one is available. لو في channel هنديها له. طيب if no channels are available the user is blocked without access واليوزر is free to try again later. فبمعنى الكلام ان لو عملنا blocking I will clear اليوزر ده همشيه من ال connection هو free ان هو يعمل مكالمة مرة. فالearning B system بي provide no queuing، مفيش طابور، no queuing for blocked calls. مش هعمل طابور للblocked calls واقول استنى شوية جايز الشانل تفضى فتعمل انت المكالمة بتاعتك، لا انت امشي وتعالى مرة ثانية. This type of trunking is called blocked calls cleared. المكالمات اللي هنعمل blocking هنمشيها، وده هو الايرلينج بي سيستم. يبقى في السؤال تقراه كويس وتشوف هو بلوكد كول كلير، يبقى هتحل بايرلينج بي. لو في كيو يبقى هتحل بايرلينج سي. البلوكد كولز كليرد ترانكينج سيستم هو ايرلينج بي assumes the following. الاسامبشنز دي مهمه عشان نبقى فاهمين الاوبريشن عامل ازاي. اول حاجه الكول arrival is determined by a probability distribution اسمه Poisson distribution. ال Poisson distribution the probability distribution which is commonly used عشان describe ال probability of arrival، ان قد ايه هيكون في مكالمات جديده كل شويه. وفي ال queuing theory الناس برضه بتستخدم ال Poisson distribution عشان توصف rate of arrival of ال packets data packets. لو انت عندك سيرفر او راوتر او whatever وعايز تشوف الباكتس اللي جايه لك قد ايه عشان تتعامل معاها، فالريت اوف ارايفل اوف باكتس مثلا في الداتا نتوركس برضه بتوصف غالبا بالبوسون ديستريبيوشن.
وهنا كمان في الايرلينج بي بنفترض ان هو الكول ارايفال ريت بيتوصف ب بوسون ديستريبيوشن. الحاجه الثانيه بنفترض ان there are infinite number of users. في الحسابات هو مفترض ان في عدد اليوزرز ضخم جدا اكبر بكثير قوي من الافيلبل ريسورسز، فبالتالي هو مفترض اكنه يعني number of users infinite. طبعا هو عدد اليوزرز فاينايت وكل حاجه، لكنه يكون اكبر بكتير قوي من النمبر اوف تشانلز، وبالتالي الاسامبشن ده مش غلط قوي. والاسامبشن دوت ان في انفاينايت نمبر اوف يوزرز عايزين يستخدموا الريسورسز الفاينايت بتاعتنا. الاسامبشن اللي بعد كده there are memory less arrivals of request. يعني ايه memory less arrival of request؟ يعني مش يعني هنقول ايه، انت كيوزر جيت تعمل مكالمه وحصل لك بلوكينج، او عملت المكالمه لو جيت كمان دقيقه تعمل مكالمه تانية احنا مش فاكرينك، احنا مش فاكرين انت عملت المكالمه، مش عارف اقول لك لا خلاص كفايه عليك كده، او لا استنى شويه. لا، في memory less arrival implying that all users including the blocked users may request a channel at any time. مش هنيجي نقول مايكل انت لسه عامل مكالمه من شويه، لا اصبر خلي مكان لحد تاني. الحته دي لا، فالماثيماتيكال موديل بتاعنا memory less arrival of request يعني users are free to try to access network زي ما هم عايزين في اي وقت. الاسامبشن اللي بعد كده ان ال probability of a user occupying a channel، يعني انت دلوقتي خدت channel هتقعد قاعد في channel دي قد ايه، يعني هنا المقصود ال probability of occupying the channel for a certain duration. يعني for a certain time duration بنفترض ان هي بتفولو حاجه اسمها الاكسبوننشال ديستريبيوشن. والاكسبوننشال ديستريبيوشن ده لما تبص عليه هتلاقيه بيقول لك ان احتمال ان اليوزر يوكيباي التشانل لمده 5 دقائق كبير، لكن احتمال ان اليوزر يوكيباي التشانل لمده 3 ساعات قليل. يعني صعب انك تعمل مكالمه 3 ساعات ممكن، بس احتمال حصولها قليل خالص compared لاحتمال حصول مكالمة مدتها 5 دقايق. فمعنى الكلام ان longer calls are less likely to occur as described by the exponential distribution. المعادلات بتاعته out of scope بالنسبة لنا، لكن الفكرة ان the exponential distribution بيدينا ال behavior ده which makes sense. ان احتمال المكالمات الطويلة are less likely، longer calls are less likely to happen compared للshorter codes. وهنا خد بالك ان انت حطيت probability distribution للتو features اللي هما بيحددوا traffic intensity. اول واحدة افترضت ان الcall arrival rate اللي هو اللامدا بتاعتك determined by Poisson distribution، والcall duration اللي هي الh determined by exponential distribution اللي هو بيقول لك طول المكالمة قد ايه. الassumption اللي بعد كده ان there are a finite number of channels available in the trunking pool. زي ما اتفقنا ان في pool of resources فيها finite number of channels و infinite number of users. يبقى هم خمسه assumptions، ان انت ال arrival rate بيفولو Poisson، ال call duration بتفولو exponential، infinite number of users، finite number of channels، و memory less arrival of call request. بمعنى ان ال user including the blocked user او ال user اللي كان معاه مكالمة من شوية are free to try to access the network. محدش هيفتكر they're not keeping track انهي user جه، فبالتالي همنعه او اخليه ي access the network. كويس، اي اسئلة so far؟ طيب based on the previous assumption Erling بقى قاعد يعمل لنا شوية حسابات لطيفة وطلع المعادلة ديت اللي هي بتقول ايه. يبقى based on the previous assumptions the probability that a call is blocked can be determined من المعادلة دي. يبقى هنا the probability of blocking ان انت كيوزر تيجي تاكسس النتورك ويحصل لك بلوكينج. طيب ايه البروبابيلتي؟
هي A to the power C على factorial C. الـ A الـ A هي الـ average over the traffic intensity. ودي هي lambda في H في U. إيه الـ lambda وإيه الـ H وإيه الـ U؟ الـ lambda هي الـ average call arrival rate for each user. يعني لو في user معين for a specific, I mean, for a user, الـ call arrival rate user lambda. والـ H هي الـ average call duration للuser. كويس. فبالتالي الـ lambda لما تضرب في الـ H تجي لك الـ AU الـ traffic intensity per user. تمام. لو ضربت ده بقى في U, الـ U اللي هي الـ total number of users تدي لك الـ average traffic intensity لكل الـ users اللي انت بتتكلم عليه. فالـ A اللي موجودة في المعادلة هنا أو هنا تحت هي الـ U في الـ lambda في الـ H عدد الـ users في الـ average call arrival في الـ call arrival rate للـ user في الـ call duration. طبعا زي ما اتفقنا الـ AU اللي هي ديت هي الـ average traffic intensity for each user. والـ C هي A to the power C. C هو number of channels. بعض الكتب بتسميها M suffix C هو number of traffic channels في كام traffic channels. فإثبات المعادلة دي مرتبط بالassumptions اللي قلناها من شوية, لكن الanalysis أو الإثبات ملناش دعوة بيه out of scope. فالprobability of blocking هي A هو traffic intensity to the power C على factorial C على summation من k بصفر لحد c a to the power k على factorial k. فتحت لما تفك summation دوت هتلاقي عندك من k بصفر بواحد اتنين لحد capital c ترمات مجموعة مع بعض كتير قوي, وال probability of blocking شكلها يبقى عامل كده. طيب فالمعادلة ديت مرتبطة بكام parameter؟ مرتبطة بال a وبال c اساسا. الـ C total number of channels والـ A الـ traffic اللي هي مرتبطة بالـ U والـ lambda والـ H عدد الـ users والـ lambda الـ average call arrival والـ call duration. طيب الـ previous formula is known as the Erlang-B formula اللي هي الـ blocked calls cleared formula. الـ Erlang-B formula بتdetermine الـ probability that a call is blocked and is used as a measure of grade of service for Erlang-B truncate system in which there is no queuing. فالـ grade of service هنا هي مرتبطة بالـ blocking probability. في ممكن تلاقي ناس تعرف ان الـ grade of service هي واحد ناقص الـ blocking probability او هي الـ blocking probability. طبعا either way احنا فاهمين ان عايزين نقلل الـ blocking probability. طيب ده curve بيوضح الـ المعادلة دي لما جينا رسمناها. لو انت خدت جيت على الماتلاب عملت function هي كلام معادلة بسيطة يعني مفيش حاجة صعبة, بس هي مشكلة ان فيها حسابات كتير يعني عشان خصوصا عشان السمشن اللي تحت اللي هي a to the power c على factorial c امرها سهل, ولو عدد التشانلز قليل برضه امرها سهل. يعني انت المعادلة دي لو c باتنين ولا بتلاتة ولا باربعة تحت هتلاقي عندك في المقام تلات اربع ترمات سهل انك تحسب a to the power k على factorial k. لكن لو سيب 20 ولا 30 هتبقى مشكله كبيره, او يعني حسب دي مانيوالي بالايد مش حاجه صعبه يعني مش تبقى الطف حاجه يعني. لكن لو السي قليله ممكن, فدي كده يعني لو هنفكها هتبقى a to the power c على factorial c وهنا a to the power 0 على factorial 0. هو كم factorial 0؟ واحد. تمام. و a square على factorial 2 لحد a to the power c على factorial c. تمام. فسهل انك تعمل الفانكشن دي على الماتلاب مش حاجة صعبة, وحاول ترسمها. فهتلاقي هنا دي الـ blocking probability وهنا دي الـ offered traffic اللي هي بتتقاس بالـ Erlang اللي هي الـ A,
وهنا مرسوم for different NC. NC اللي هي C بتاعتنا، يعني هي بس مستخدمين NC دي اللي هي ال number of channels اللي هي C in the previous equation. بس عشان الفيجر ده يعني جاي من كتاب تاني فنستخدم رموز مختلفة. طيب خلينا كده نتأمل في الكيرف ده بيقول ايه. الكيرف ده بيقول الاتي، يعني مثلا لو ان سي بواحد يبقى انت عندك 1 شانل مفيش غير. فلو عندك 0.1 ترافيك انتنسيتي، يعني الترافيك انتنسيتي هي 6 دقائق في الساعه، مش كده؟ ما 0.1 معناها كده 6 دقائق في الساعه. فالبلوكينج بروبابيلتي هي 1 من 10، على اعتبار ان دايما هيكون في تشانل موجودة ومستخدمة 1 و10% بس من الوقت. طيب لكن لو الترافيك انتنسيتي بدأت تزيد، لو انت طلب منك ترافيك انتنسيتي 1 أو 10 أو 100، هتلاقي البلوكينج بروبابيلتي عمالة تزيد، لان انت for the same number of channels وعمال تزود الترافيك انتنسيتي المطلوبة منك، فأكيد احتمالية البلوكينج هتزيد قوي وهتقرب من الواحد. طيب لكن طبعا لو بقى عندي مثلا 10 channels، هتلاقي ان وعندي الترافيك برضو 1 من 10، هتلاقي probability of blocking تقريبا بصفر، يعني انت الرقم هنا صغير خالص اقل من 0.001. ولما الترافيك تزيد هتلاقي اللي بيحصل ان الكيرف بتاعك اللي هو دوت البلوكينج بروبابيلتي عماله تزيد طول ما الترافيك ريكوايرد منك بتزيد. هي الترافيك ريكوايرد منك بتزيد دي ممكن تترجم لايه؟ يعني زياده في ايه؟ ممكن تبقى زياده في الكابيتال يو اللي هو عدد اليوزرز، او زياده في الكول ارايفل ريت اللامدا، او زياده في الكول ديوريشن. ففي الاخر كل ما الترافيك ريكوايرد منك تزيد for the same number of channels، هتلاقي البلوكينج probability طبعا بتزيد. ومن هنا يبان ان كل ما عدد التشانلز زاد كل ما البرفورمانس بقى احسن in terms of البلوكينج probability. يعني مثلا لو افترضنا ان الاكسبتابل بلوكينج probability 0.01 1%، يعني من 100 مكالمة تيجي تعملهم during the busy hour مرة واحدة بس يبقى حظك وحش وما تلاقيش channel تعمل بيها مكالمات. طيب ف لو ده الacceptable rate بتاعك وانت حاطط 2 channels فقط، هتلاقي ان انت الترافيك intensity اللي تقدر تقدمها للناس هتبقى هنا كده ما بين البوينت 1 والبوينت 2، يعني ترافيك انتنسيتي قليله قوي، يبقى يا اما اللامدا والاتش صغيرين خالص او اليو قليلين خالص. فانت عشان تحافظ على البلوكينج بروبابيلتي ديت بعدد التشانلز صغير هتلاقي نفسك بتوفر ترافيك قليل قوي. لكن لو قدرت تزود النمبر اوف تشانلز تخليه 30 مثلا، فانت هتحافظ على نفس البلوكينج بروبابيلتي بس you can offer traffic somewhere هنا ما بين العشر والعشرين. فبالتالي هتلاقي ده معناه انك you can serve more users for longer durations للمكالمة وfor larger number of calls per user. فبالتالي الكيرف دوت بيبين لنا العلاقة ما بين الـ number of channels والـ traffic والـ probability. هي المعادلة بسيطة وتقدر تحسب الـ probability بسهولة. يعني لو انت عندك الـ A traffic اللي هي الـ U في lambda of H والـ C number of channels، تعرف تجيب الـ blocking probability. لكن العكس هيبقى ممكن يبقى سخيف شوية. يعني ايه؟ هقول لك design network والblocking probability 1%، فانا اعرف ديت، مطلوب بقى تقول لي اللي حط سيب كام.
فهتلاقي فيها sort of trial and error، تقعد تجرب different C لحد ما تظبط معاك ال blocking probability. فعشان كده غالبا السؤال ده بيبقى فيه chart او table given، لو انت ما عندكش ماتلاب يعني، انت في الامتحان معاكش ماتلاب، فغالبا في الامتحان هديك جداول او هدي لك الشارت ده وتحاول منه تطلع ال given certain blocking probability، يبقى احط كام channel، اعمل كام user واحد. اتفضل. هو مش كل الطريقه اساسا ان انا اكون انا مع انا معايا probability بقى وعايز التشانلز نفسها، مش عكس. معلش انا ما سمعتكش، قول لي كده تاني. هو مش الطبيعي ان انا اساسا يكون معايا probability وانا عايز number of channels، مش العكس. بالظبط. يعني انت غالبا هتبقى بالديزاين وتقول لو انا عايز دي الاكسبتبل بلوكينج بروبابيلتي، هات لي نمبر اوف تشانلز. فلو جيت تبص على المعادله دي، لو انت عارف البلوكينج بروبابيلتي وعايز تجيب النمبر اوف تشانلز، هتلاقيها بتتحل كده سورت اوف ترايل اند ايرور. هتقعد تحط التشانلز ب 10 ب 5 ب 3، وتقعد تحسب البلوكينج بروبابيلتي بكام وتقول هل دي مقبوله ولا لا. فممكن ده يكون مش حل مناسب فور هاند اناليسيس يعني. عشان كده هيبقى غالبا جيفن الكيرف زي دوت، ومنه هتقول طيب ادي البلوكينج بروبابيلتي وادي الترافيك اللي عندي، يبقى انا محتاج عدد يوزرز، عدد تشانلز كذا عشان اقدر احقق الترافيك ديت والبلوكينج بروبابيلتي. تمام. طيب. وهنا في كونسبت كده اسمه الترانكينج جين، هنشوف ده معناه ايه، هنتكلم عنه كمان شوية. وطبعا واضح ان كل ما عدد التشانلز ان سي بيزيد، كل ما اقدر اوفر ترافيك اكبر ب فور ذا سيم بلوكينج بروبابيلتي، او اعدي بلوكينج بروبابيلتي احسن. ده كيرف، نفس الكيرف من مصدر اخر. هنا دول النمبر في تشانلز، واحد واثنين وثلاثة واربعة. ده كده النمبر اوف تشانلز، وهنا دي البلوكينج بروبابيلتي، والمحور اللي تحت هو الترافيك انتنسيتي. ولاحظ ان هو الكيرفات دي برضو لوج سكيل، يعني خصوصا الاكس اكسس والاكسس موجوده كلوج سكيل. طيب، وبرضو نفس البيهيفير، يعني كل ما النمبر اوف تشانلز يزيد، كل ما البلوكينج بروبابيلتي تبقى احسن والترافيك الاوفرد احسن. الشكل الثاني اللي ممكن يبقى جيفن الجداول، فهنا برضو يعني ممكن يبقى جيفن شكل جداول، وده درسها في الامتحان. يعني في الامتحان بدي لك جداول بتطلع منها ال given a certain number of channels or probability، وتشوف ال capacity عاملة ازاي او الترافيك عاملة ازاي. فهنا مثلا خليني اسألكم سؤال. let's say ان انت عندك الترافيك بتاعتك 10 ايرلينج، let's say ان A بتساوي 10 ايرلينج، والاكسبتبل بلوكينج بروبابيلتي، بروبابيلتي اوف بلوكينج ليتس سي 0.01، يبقى انا محتاج كام تشانل عشان اقدر اسيرف الناس ديت اللي عايزين 10 ايرلينج بال probability 0.01؟ 20. تمام. هنبص على الجدول هنلاقي ان ادي ال blocking probability 0.01. هنلاقي هنا ان انا الترافيك بتاعتي اكتر من 10، على خد 10 دي at least. فهنلاقي ان انا ال 4.46 ما تنفعش، وتبقى ال 12 هي اللي تنفع، وبالتالي اقدر اقول يبقى انا مطلوب مني احط 20 شانل في
في السيل ديت اللي هي السيل اللي عايزه 10 ايرلينج ببلوكينج بروبابيلتي 0.01، يبقى بالتالي اي نيد 20 شانل زي كده السي بتاعتنا او الان سي يعني. فبالتالي ايه يا فندم؟ مش هتعمل انتربوليشن ولا معلش؟ كجداول يعني؟ لا مش هنعمل انتربوليشن قوي، ممكن يعني هنحتفظ بالجداول زي كده، لكن يعني لو الفرق ضخم قوي ممكن نعمل انتربوليشن، لكن فور ناو هو انت هتختار من الجدول اقرب نقطة يعني. على الاقل ده هيبقى جود انيشال جاس، وبعد كده طبعا براكتيكال انت هيبقى عندك ماتلاب تحت ايدك او كومبيتيشنال تو تقدر تشوف طب لو خلينا التشانز 19 ايه اللي يحصل، 18 ايه اللي يحصل، تبدا تشوف الدنيا هنا عامله ازاي. لانه خد بالك كمان الانتربوليشن انت لما تعمله لينير انتربوليشن الكيرفات ما هياش لينير قوي، فيعني فهيبقى غالبا فكره السؤال هو سؤال بسيط قوي وسهل قوي، لكن محتاج يعني ايه تريننج، محتاج تتدرب تستخدم الجداول ازاي. فاغلب الظن هقول لك عندك جيوغرافيكال اريا فيها 100 يوزر، اليوزر بيتكلم 10 دقايق في الساعه ومش عارف يعني كام مكالمه، هديك لامدا و اتش واليو منهم هتجيب الاي، هقول لك البروبابيلتي بتاعت البلوكينج كذا، هتخش في الجدول تجيب عدد التشانلز، وعدد التشانلز تقدر بقى تربط ده باللي عملناه المرات اللي فاتت من ناحيه الفريكوينسي يوز التوتال نمبر اوف تشانلز افيلبل، وتربط الحكايه ببعضها. طيب وطبعا واضح ان لو انا الـ grade of service اتغيرت let's say مثلا بقت 0.2002 مثلا، بقى انت عايز grade of service احسن، فعشان تجيب ال 10 earning وباي ذا واي برضه هتدي لك نفس عدد الشانلز، فهنا عشان بس الموضوع ان انت هنا خدت ال 12 يعني. لكن لو انت مثلا خدت ال 0.001 لو عايز جريد اوف سيرفيس بقى جيده جدا، انت هتلاقي نفسك عشان تخدم ال 10 ايرلينج هتلاقي نفسك تيجي هنا تبقى عايز 24 شانل بدل 20 شانل وهكذا. تمام. طيب خلينا نشوف الاكزامبل ده مع بعض. consider an ايرلينج بي trunking system with blocking probability 1% at most. ف ال probability of blocking واحد في المية 0.01. compute the trunking gain if number of channels increase من 2 إلى 20. يعني هنا هو مفترض إن في number of channels والنمبر اوف تشانلز دوت زودناه من 2 ل 20، يبقى انا كسبت قد ايه في الترانكينج جين اللي هو في الترافيك كاباسيتي الاي. فالسؤال هنا عشان نوضح الهدف من السؤال، هل يا ترى بما ان السي 2 بتساوي 10 مرات سي 1 مش كده؟ يبقى اذا الترافيك A2 هي 10 مرات الترافيك A1، هل الكلام ده يبدو منطقي ولا ايه اخباره؟ هو هيكون قريب بس هما مش لينير. اشكرك. وفي الحقيقة الكلام ده غلط خالص، خليني كده اشطب عليه، الكلام ده غلط خالص لان الحكاية مش لينير اصلا، وهنلاقي ان الجين بتاعنا او المكسب اللي احنا كسبناه هيبقى اكتر شويتين ثلاثة من العشر. يعني انت زودت التشانلز 10 اضعاف فالترافيك انتنسيتي هتزيد اكتر من كده. فهو بقى السؤال بيدور الترانكينج جين انا كسبت قد ايه في الايرلينجز بتاعتي في الترافيك انتنسيتي لما زودت التشانل 10 مرات. طب خلينا نحاول نشوف السؤال ده. فلو انا عندي C1 اللي هي بتساوي 2 channels يبقى A1 بكام؟ لو رجعنا للجدول اللي فات، لو انا عندي 2 channels والprobability 1% يبقى انا عندي كام earning اقدر امشيهم؟ 0.153.
ولو انا عندي عدد التشانلز بقى 20 for the same blocking probability اللي هي 1%، فال 20 هيدوني 12 ايرلينج. كويس، يبقى انا دلوقتي لو قسمت الجين A2 على A1 even though الشانل كاباسيتي اتضربت في 10، انت هنا ال A2 يعني قرب ال 100 مره، يمكن اقل شويه من 100 مره. لو قسمت ال 12 على 0.15 هتبقى يعني 60 70 مره من ال A1، يعني زودت التشانلز 10 مرات لكن الكاباسيتي زادت قوي. طيب ف خلينا كده نشوف مع بعض. يبقى for blocking probability of 1% والعدد للشانلز 2، هتلاقي ان الترافيك بتاعك بيجي بقى من الشارت او من التيبل مش فارقه، يعني الادميسبل ترافيك انتنسيتي 0.15 ايرلينج. لكن لو سيب 20 بقى عندك 12 ايرلينج. طيب فبالتالي نوت ذات even though in the number of channels was increased by a factor of 10, yet the admissible traffic was increased by a factor of 78.5. 78.5 يعني the traffic intensity. فواضح therefore we can conclude that there is some sort of gain associated with using a large number of channels in a trunking system. And this gain is larger than just the factor by which the channel is زادت. يعني إذا كنت أنت زودت the channels بفاكتور 10 فمتوقع gain ب10، أنت في الحقيقة في فاكتور 8 كمان تقريبا اتضرب في ال10. فال trunking gain بيعرفوك الآتي، هو ال traffic الجديدة A2 على ال traffic القديمة في C2 على C1 في ال trunking gain. يعني أنا دلوقتي C2 على C1 بتاعتي اللي هي 20 على 2 اللي هي العشر أضعاف اللي أنا زودته، لكن ال A2 على A1 طلعت approximately قرب 80 ضعف. فواضح إن ال trunking gain هنا ب8، إن أنا كده أكني زودت ال channels 10 أضعاف و الكاباسيتي او الترافيك انتنسيتي زادت 80 ضعف، ففي 8 فاكتور اوف 8. hence we can compute ان الترانكينج جين approximately هيبقى حدود ال 8 بالمنظر. فالفكره ان زياده عدد للشانلز هيزود لك الترانكينج بتاعتك الترافيك بتاعتك بنفس الريشيو بتاعت عدد التشانلز مضروبه في حاجه اسمها الترانك جين. يعني مثلا لو رجعنا للكيرف اللي فات ده هتلاقي هنا في ترانكينج جين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي خلينا نشوف كده for a given probability of blocking 0.01 وعندي 2 channels وهنا عندي 30 channel، فالمفروض ان C2 على ان C1 اللي هم ال 30 على 2 يعني بتتكلم في 15، يعني انت ضربت عدد الشانل في 15. لكن لو جبت الترافيك A2 على الترافيك A1 تطلع بكام؟ الترافيك A2 انت بتتكلم ما بين ال 10 وال 20، يعني I would say 13 14 أو so. يعني هنا موضوع الكيرفات بيخلي الموضوع ابروكسيمت شويتين، I would say 13 ولا حاجة ايرلينج. على هنا انت بتتكلم على ما بين بوينت واحد وبوينت اتنين، انا I would say 0.15 مثلا، برضو اكون ابروكسيمت خالص. لو قسمنا ال 13 على ال 0.15 ديت، لو حد معاه على حسب كده 86 كام؟ 86 86 كويس. فيبقى الترانكينج جين هنا هيبقى هو 86 على 15. حد كده يشوفوا لنا يطلع بكام؟
5.7 5.3 كويس. 7 7.3 كويس. لا معلش اسف 5.7 5.7 كويس. فرانكن جين 5.7 هو طبعا هنا مطلعه هو 10 يمكن غالبا غالبا هو هنا في غلطه، يا اما هو 10 في الترانكن جين غالبا بيتكلم عن ان سي ب 20 بقى. يعني فالفكره ان الترانكن جين هو بيقول لك انت قد ايه زياده في الترافيك انتنسيتي كومبيرد للزياده في عدد التشانلز. هل الدسكشن دي واضحه ولا فيها مشكله؟ دكتور وانا مش فاهمة احنا ليه روحنا للكيرف وعملنا ال NC بـ30 وكده، ايه يعني مش فاهمة احنا ليه روحنا للكيرف تاني وعملنا ان ال NC بـ30. هو انا زي ما انا باين كده في الكيرف صححي لي، يعني هنا السهم جاي من هنا لو الكيرف بتاع NC بـ2 وواقف هنا عند الكيرف بتاع NC اوكي ده 20، انا اسف. هو فعلا الكيرف ده، لا انا اصلا مش فاهم، مش قصدي ان في حاجه غلط، انا قصدي مش فاهم احنا بنعمل ايه اصلا. طيب هو هنا عند ان سي ب 20 هو الكيرف ده يخص ان سي ب 20 تمام. طب خلينا نصلح ديت ونتناقش في السؤال بتاعك. فهنا ده 20 وهنا يبقى ريشيو 10، يبقى انت هنا هتقسم ده على 10 فيطلع 8.6 كويس. طيب ماشي مبدئيا شكرا. طيب سؤالك انت مش فاهمه احنا بنعمل ايه مش كده؟ يعني مش فاهمه بس من اول لما دخلنا في ان ال NC 2 ب 20. طيب خليني اشرح لك، اسالك سؤال دلوقتي. انت في جهاز تنظيم الاتصالات في مصر وجاي لك ريكوست من 10 شركات لتليفون محمول في مصر ماشي؟ ايه احسن، ان انا اخد السبيكترم اللي عندي اوزعه بالتساوي على 10 شركات، ولا اخد شركة واحدة بس من العشر اديها كل السبيكترم وهي تشتغل بس؟ طيب فليتس سي ان السبيكترم بتاعنا مثلا هيساع يعمل 100 شانل مثلا، او خلينا ناخد ارقام من اللي موجوده هنا في السؤال. ياخد السبيكترم بتاعنا ياخد 20 شانل مثلا، فانت في جهاز تنظيم اتصالات عندك 20 شانل دول الموجودين عندك ماشي، تديهم لسيرفيس بروفايدر واحد هو بس اللي يشتغل، ولا توزعيهم على ال 10 سيرفيس بروفايدرز كل واحد ياخد 2 شانل يشتغل بيه؟ مين احسن تفتكر؟ وخليني اكون specific in terms of traffic intensity، انهي سيناريو هيشيل traffic اكتر؟ اللي هو لما انا اقسمهم على شركات مختلفة عشان شركة واحدة يكون نفس الخط وكده. طيب خلينا نشوف. يبقى انا دلوقتي لو قسمت ال 20 channel على ال 10 operators اللي جايين، فكل operator خد كام channel؟ 2 مش كده؟ طب بالظبط كويس. يبقى الكيرف بتاعنا هو الكيرف ده. طيب وانت طلبت من الاوبريتور بتاعك ان هو يحافظ على بلوكينج بروبابيلتي 0.01، يقول لك تمام يبقى انا بالتو تشانلز اللي انت مديهم لي والبلوكينج بروبابيلتي دي انا هقدر اديكي ترافيك 0.15 ايرلينج ماشي؟ تقول لي تمام، وانا عندي 10 اوبريتورز، يبقى ال 10 اوبريتورز يقدروا يوفروا ال 0.15 في 10 يعني 1.5 ايرلي صح كده؟ صح كويس. يبقى السيناريو الاولاني انا دلوقتي عندي total number في channels بيساوي 20، لو انا عندي 10 operators يبقى NC بتساوي ال 20 على 10 بتساوي 2 channel per operator، وعند ال probability of blocking ب 0.01
يبقى الترافيك بتساوي 0.15 ايرلينج بير اوبريتور. يبقى الترافيك توتال اللي هنقدر نخدم بيها الناس في مصر هو 10 اوبريتور في ال 0.15، فبنتكلم في 1.5 ايرلينج، صح كده؟ تمام. الناس كلها معايا ولا في مشكله في الكلام دوت؟ تمام يا دكتور. تمام، حلو قوي. طيب خلينا نشوف السيناريو الثاني. ايه السيناريو الثاني؟ ان انا حدي ال 20 تشانل ل 1 اوبريتور بس، اختار من ال 10 اللي جايين واحد بس. يبقى ال ان سي الاوبريتور ده ياخد كام تشانل؟ ال 20 مقسومين على 1 يبقى 20 تشانل بير اوبريتور، كويس. وبرضه هنفترض ان هي نفس البلوكينج بروبابيلتي 0.01، يبقى من الكيرف دوت انا هنا هشتغل على السيناريو على ال 20 شانل ونفس البلوكينج بروبابيلتي، فيبقى الاوبريتور ده هيقدر يقدم خدمه بالترافيك انتنسيتي كام تقريبا؟ بنتكلم 13، مش كده؟ يبقى اذا الاي بتساوي تقريبا يعني 13 ايرلينج، وهي دي الاي توتال. ما هو الاي توتال هو النمبر اوف اوبريتورز اللي هو الواحد في ال 13، يطلع 13 ايرلينج. طيب يبقى احنا دلوقتي المجتمع بتاعنا قدر ياخد سيرفيس احسن شويه. ليه احسن شويه؟ بدل ما كان الاي توتال 1.5 ايرلينج، الاي توتال بقت كام؟ 13 ايرلينج. يعني قدرت اكاري ترافيك اكتر using the same number of channels، صح كده؟ طيب يبقى الدسكشن دي بتقول او نستنتج منها ان انا احسن سيناريو in terms of maximizing ال possible traffic ان انا ادي كل التشانلز ل one operator، صح كده؟ مظبوطة. تمام. ليه؟ عشان حاجة اسمها الترانكينج جين. ايه الترانكينج جين؟ ان لما عدد التشانلز يزيد بفاكتور معين لسي 10، الترافيك هتزيد اكتر من 10 اضعاف، زي ما اتناقشنا في الاكزامبل دوت، ان لما التشانلز سي 2 على سي 1 زادت 10 مرات، الترافيك زادت 80 مرة، ان في حاجة اسمها الترانكينج جين. بيقول ان فوق الزياده بتاعت او الريشيو بتاعت عدد الشانلز انا كمان هزيد بفاكتور تاني زياده. فواضح من هنا ان كل ما عدد الاوبريتورز قل، كل ما الشانلز بير اوبريتور كبرت، كل ما التوتال ترافيك زاد. واضحه الفكره؟ تمام. لكن طبعا الاعتبارات بقى تخص حمايه المستهلك والمونوبولي، ان ما يبقاش في اوبريتور واحد بيتحكم في السوق كله. فالحل الوسط اللي بيحصل ان يكون في فيو نمبر اوف اوبريتورز، مش هحط 10، مش هينفع اعمل 10 شركات محمول، هعمل بقى شركتين ثلاثه which is the case في مصر او اربعه. فالفيو نمبر اوف اوبريتورز يبقى كل اوبريتور معاه تشانلز كتير، انا مش جايب اعلى ترافيك ممكنه، لكن الترافيك اعلى وكويسه من ان انا اوزع التشانلز على 100 اوبريتور او 20 اوبريتور، هم 4 3 2 فيو نمبر اوف اوبريتورز. ده يضمن لك حل وسط، يدي لك ترافيك انتنسيتي عاليه، طبعا اقل لسه من ان هو سنجل اوبريتور، لكن بيحافظ بقى على اعتبارات ثانيه زي المونوبولي، ما يبقاش في مونوبولي في السوق ومحدش يحتكر السوق وهكذا. فالدسكشن ديت بتقول كده، ويبقى التوتال نمبر اوف افيلابل تشانلز مثلا 30، البروكن بروبابيلتي از 2%، ده اكزامبل تاني كويس. يبقى من الدسكشن دي كده نفهم ليه شركات المحمول بتبقى عددهم قليل،
تقريبا ده في كل دول العالم، يعني نتكلم في الدولة 2 3 4 مش أكتر من كده. وفي أمريكا وفي كندا بتلاقي السيناريو مختلف سنة، بيبقى في شركات كتيرة شوية، لكن لما تبص على التفاصيل هتلاقي إن الشركات دي تحت مظلة شركة كبيرة. يعني مثلا شركة أورنج شركة كبيرة واخدة سبيكترم من الحكومة ومعاها عدد شانلز معين في نفس البول اوف ريسورسز، هتسمح لشركات صغيرة تستخدم منه، لكن لسه هو نفس البول. وأكن الشركات الصغيرة ديت يعني مش عارف يسموها بقى إيه، يعني هو أكنهم يعني حد بيعمل بالتجزئة كده يعني. فتبقى هي مثلا شركة إكس وواي وزي كلهم تحت مظلة أورنج وبياخدوا من نفس البول بتاعت أورنج، فالكاباسيتي ما خسرناش يعني الترافيك ما خسرناش فيها، لكن هو ممكن ده يعمل أوفرز أحسن، ده يعني يخدم منطقة ده يخدم منطقة تانية. هو بيزنس موديل أكتر من حاجة تانية، لكن تكنيكالي من ناحية الحسابات عشان أجيب الترافيك انتنسيتي تكون عالية أنا محتاج أقلل عدد الأوبريتورز، وده هنا المنطق بتاع فكرة الترانكينج. هل كده الدسكشن دي واضحة يا جماعة؟ تمام. تمام. ممتاز. خلينا نشوف اكزامبل تاني. عندنا ايرلينج بي سيستم والتوتال نمبر اوف افيلبل شانلز از 30، يبقى ال N او ال C بتساوي 30، والبلوكينج بروبابيلتي less than 2% is required، يبقى البروبابيلتي اوف بلوكينج بتساوي 0.02. What is the traffic that can be served if there is one operator or three operators؟ فلو احنا عندنا one operator أو three operators، هي نفس المنطق يعني. طيب فلو انا عندي 1 operator هيبقى total number of channels هم 30. لو رجعنا للجدول بتاعنا هنا السي 30 مش موجوده، يبقى غالبا هنبص على الجداول دي. فهنا ادي السي 30 اهي، والبلوكينج بروبابيلتي 0.02 اللي هي موجوده هنا. طبعا انتوا عارفين في اللوج سكيل بيشتغل ازاي، فلو مش فاكرين حاولوا تفتكروا كده بصوا عليه. فهتلاقي انت بتتكلم على النقطه دي تقريبا. خليني اعمل نسخه كده انضف من الفيجر. يبقى احنا بنتكلم على ان سي ب 30 وبنتكلم على بلوكينج بروبابيلتي 0.02 اللي هي هنا تقريبا. يبقى انا ببص على النقطه دي، يبقى انا دلوقتي عايز اشوف الترافيك بكام تقريبا. فخليني كده اعمل خط من هنا تمام. فلما نبص كده مع بعض هتلاقينا بنتكلم على ترافيك هنا، هنا 10، هنا 20، هنا 30. فانت somewhere بين 20 و 30 let me say ان الترافيك approximately يعني 23 24، انا هقول 24. هنا بقى الفكرة يعني محتاجين approximation يعني I would say 24 earning or so. فمن الكيرف دوت وعشان كده انا في الامتحان غالبا بجيب لكم جدول، مش هجيب لكم الشارت عشان نتجنب فكره
قرينا التشارت ازاي. فال A بنتكلم approximately في 24 earning. لو انا عندي 3 operator يبقى كل operator ياخد كام channel؟ 10 مش كده؟ مظبوط. تمام. وبعد كده من التشارت لو رجعنا للشارت بتاعنا هنبقى نفس ان احنا بنتكلم على ان سي ب 10 اللي هي هنا، وعند ال 0.02 يعني النقطة دي. خلينا كده نشوف ال تبقى الكاباسيتي او الترافيك انتنسيتي بكام تقريبا. يعني هتلاقي نفسك كده roughly speaking لو دي واحد دي اتنين دي تلاتة دي اربعة roughly speaking بتتكلم في خمسة. I would say ان انت في الحالة دي ال A approximately خمسة earning. هتلاقي هنا ال A roughly بخمسة earning. لكن لاحظ ان ده للأوبريتور الواحد، في الصح الضرب في ثلاثة لأن كل أوبريتور هيديك خمسة earning تقريبا. فهنا هتبقى ال A total بتساوي ثلاثة في خمسة، بنتكلم في 15 earning. لكن هنا طبعا ال A total هي واحد اللي هو عدد الأوبريتورز في 24 فهي 24 earning. فواضح ان انت لما توزع للشانلز على one operator بس هتجيب traffic intensity احسن او اعلى من لما توزعها على ثلاثة operators. لكن زي ما قلنا الاعتبارات زي المونوبولي وحماية المستهلك غالبا بنضطر نوزع channels على few number of users, few number of operators. دكتور تمام يا فندم. هو انا فرض ان في 3 operators هي كل operator اللي على ان هي نفس عدد اليوزرز صح؟ طبعا هنا احنا افترضنا ان كل الاوبريتورز نفس عدد اليوزرز. لو متوزعين بشكل مختلف هقول لك، وساعتها هتحسب لكل يوزر يعني مثلا يوزر معاه اوبريتور معاه 15 اوبريتور معاه 10 اوبريتور معاه 5، يبقى انت هتاخد السي لكل واحد، هتخش في التشارت بالجيفن probability وتجيب الترافيك وتقدر تحسب الحزب. وممكن طبعا بقى نعمل كذا variation، يعني ممكن اقول لك الاوبريتور الاولاني معاه 10 شانل ومطلوب منه blocking probability كذا، والاوبريتور ده معاه خمسة شانل وبديفرنت بلوكينج بروبابيلتي. فساعتها بقى محتاج تحسب الشارت تكون واعي يعني تاخد بالك التفاصيل عاملة ازاي لكل اوبريتور وتحسب له الايه الترافيك بتاعته وتجمع وتطرح وتجمع اسف. تمام. ده برضه بوسيبيليتي بس احنا افترضنا ان هي نفس كل حاجة لكل الناس. تمام. دكتور هو اصلا لو البلوكينج بروبابيلتي مختلفة انا ازاي هقول اني واحد فيهم احسن؟ لا معلش ما سمعتكيش قولي لي تاني كده. هو لو البلوكينج probability مختلفة انا ازاي ازاي اقول اني واحد فيهم احسن؟ هتحسبي هنا بناكل احسن واوحش من ناحية هنا احنا بنبص من وجهة نظر الترافيك انتنسيتي الايه. فلو احنا هي دي بس وجهة النظر الوحيدة بنبص على الايه، يبقى انا هشوف الاوبريتور الاولاني هخش في الجدول او هخش في التشارت واقول انا مطلوب مني مثلا بلوكينج بروبابيلتي 0.03 مش 0.02، هيدوني سماحيه ب 0.03 عشان انا معايا تشانلز اقل، فبالتالي هاخد ال 0.03 مع مثلا انا معايا 5 تشانل، فهيبقى انا هبص على الكيرف ده منها هجيب انا اعرف اشيل 2 ايرلينج مثلا. لكن لو انا معايا الخمسه شانل ومطلوب مني بلوكينج بروبابيلتي 0.02 يبقى انا الترافيك بتاعتي هتبقى 1.8 مثلا.
فالفكرة لو هي وجهة النظر بس هحسب الترافيك التوتال بكام، فمش فارقة البلوكينج بروبابيليتي، هديها لك لكل اوبريتور مطلوب منه قد ايه وهتخش في الجدول وتجيبيه. لكن طبعا الصورة الكبيرة هتبقى متلخبطة شوية، يعني انا ككاستمر اروح للسيرفيس بروفايدر اللي عنده بلوكينج بروبابيليتي اقل ولا اكتر؟ هروح اللي عنده بلوكينج بروبابيليتي اقل، انا مش عايز اعمل مكالمة ما الاقيش تشانل مثلا يعني. فالفكرة ان ممكن ساعتها يكون في اعتبارات تانية، لكن على قد بس حسابات الترافيك انتنسيتي هيبقى هخش في الجدول ده. سواء بقى افترضت ان نفس البلوكينج بروبابيلتي بتابلاي لكل الناس او بتختلف كلهم معاهم نفس النمبر في تشانلز او لا، يعني من ممكن اوزع ال 30 تشانل مش بالتساوي، ادي ده 10 وده 5 وده 5 وهكذا، فساعتها ممكن يبقى يعني في كذا بوسيبيليتي يعني. أيوة تمام شكرا. If we have only one operator زي ما اتفقنا كل الـ channels هتبقى معاها 30 ويطلع الـ traffic قرب الـ 25، احنا بنطلع 24 يعني تقريبا more or less. لكن if we have three operators يبقى كل operator معاه 10 channels بس، ولو رحنا للجداول هنلاقي 5.5 earning، احنا طلعناها 5 approximately يعني. Therefore هيبقى عندك الـ traffic total في الثلاثة operator 16.5. طبعا if you use the Erlang B formula هتجيب ال exact numbers، يعني هيطلع 21.9 و 5.1، فيعني بس على قد approximate هيطلع عاملة كده. ف it's clear from ال example دوت ان from a theoretical point of view having only one operator who has access to all available channel will result in highest possible admissible traffic، يعني أكتر possible traffic هتحصل لما يبقى عندنا one operator فقط. Yet for political reason they avoiding the monopoly for competitive pricing two or more operators are always allowed in the market. اتنين تلاتة، فكل ما عدد يكون أقل هيبقى technically الترافيك أعلى، لكن طبعا من وجهة نظر المونوبولي هيبقى أسوأ، يعني كل ما عدد الأوبريتور كتر كل ما بقى فيه competitiveness وبقى فيه pricing أحسن وهكذا. Yeah. Any questions so far؟ أتمنى. الوضع الثاني بقى، الحالة الثانية هو الايرلينج سي. ايه الايرلينج سي ترانكت سيستم؟ هو زي الايرلينج بي لكن الفرق ان فيه طابور، فيه كيو هنستنى فيه. فبدل ما البلوكد كولز كنا هنمشيها اسمها كان السيستم ده اللي فات اسمه بلوكد كولز كليرد، هنا البلوكد كولز ار ديليد. هعمل طابور واخلي الناس اللي مش لاقيه channel تستنى في الطابور ده شوية. في الـ Erlang C system any user that is not immediately assigned a channel upon request يعني is transferred to a waiting queue and assigned a channel as soon as it becomes available. فأول ما تبقى channel available هيدوله الـ channel. فالسيستم ده يسموه blocked calls delayed trunking system. فلازم تقرأ السؤال كويس وتبقى متأكد إذا كنت هتحل بالإيرلينج بي ولا بالإيرلينج سي، هو في جداول لده وفي جداول مختلفة لده، تشارت لده وتشارت لده. الـ grade of service بتاعتنا defined إزاي؟ في إيرلينج بي كان هي الـ probability of blocking وخلاص، بقول إن أنا probability of blocking 2%، 1% وهكذا. Here it's defined as the probability that a call is blocked after waiting a specific time length. يعني انت جيت تعمل مكالمة مفيش channel كويس، فانت blocked and then will be delayed، هحطك في طابور تستنى. فايه ال probability ان بعد delay معين استنى دقيقة ولا 10 ثواني ولا 20 ثانية ولسه مش لاقي channel؟ فال grade of service هنا تعريفها مختلف شوية. ال grade of service هنا هي ال probability ان a call is blocked، يعني لسه ما عملتش المكالمة بتاعتك after waiting for a specific time in the queue. فايه الـ probability ان الـ delay بتاعي يبقى أكبر من t، ان انا هقعد مستني certain delay
اكبر من تيم معينه ولسه ما جاتليش تشانل اعمل مكالمه. طبعا كل ما الديلي ده زاد كل ما التي دي زادت، يعني كل ما الكواليتي اوف سيرفيس بقت اسوء. كويس. The likelihood of a call not having immediate access to a channel is determined by the Erling C formula. فالمعادلة دي هي الـ probability ان الديلي اكبر من صفر، يعني ان انا هاجي اعمل مكالمة ما لقيتش channel فاضطر اخش في الكيو واستنى. فطبعا لو انا جيت اعمل مكالمة ولقيت channel على طول يبقى مفيش ديلي ان terms of انا مش مستني يعني في الكيو عشان يبقى يجي لي channel، فالديلي بصفر على طول. فالـ probability of delay اكبر من الصفر هي probability ان انا اجي اعمل مكالمة وما لقيتش channel. هنا المقصود الـ probability of مكتوبة فوق not having immediate access to a channel، يعني أنا أجي أعمل مكالمة وما لاقيش channel، فهي دي probability of not having immediate access to a channel. برضو A to the power C، C total number of channels، A ال traffic intensity اللي عندك على A to the power C factorial C، واحد ناقص A على C في السوميشن. السوميشن ده شبه اللي هناك على فكرة، شبه اللي كان موجود هناك بس هنا لحد C minus 1 بس. وخد بالك هنا ان وجود ال Q، وجود الطابور دوت، خلى الحزة مختلفة سنة. هناك كانت المعادلة AOCC على factorial C في على السميشن ده من صفر لحد C، هنا المعادلة اختلفت سنة بسبب وجود الطابور اللي الناس بتستنى فيه ده. فإف نو تشانلز ار immediately افيلبل الكول ويل بي ديليد، هتستنى في طابور لحد ما يبقى فيه مكالمة فاضية، تشانل فاضية. And the probability that the delayed call is forced to wait more than t seconds, the probability in the delay بتاعك أكبر من t seconds بيساوي the probability in the delay أكبر من الصفر اللي هي المعادلة اللي فاتت دي، مضروبة في the exponential of c minus a of t على h capital. حد بقى يفكرني إيه الكابيتال سي ديت؟ number of channels، number of channels ايه الكابيتال A؟ ده اللي هو الـ average traffic intensity، الـ traffic intensity الـ U capital في الـ lambda في الـ H، وايه الـ H؟ average call duration، بالظبط، الـ call duration بالظبط. فـ probability ان انت تستنى delay اكبر من كام؟ من T، وطبعا الـ T ده اللي هو الديلي اللي انت هتنتظر اللي هو دوت. فالبروبابيليتي ان انت تنتظر اكبر من تي هي المعادله دي، هو الديلي اكبر من صفر في الاكسبوننشال. والبريفيوس ايكويشن ديت هي اللي بتدترمين الجريد اوف سيرفيس اوف ا ترانكيت سيستم وير بلوك كولز ار ديليد. يبقى انت بتديزاين ايرلينج سي سيستم، هتقول انا عايز الديزاين بحيث ان البروبابيليتي ان استنى ديلي اكبر من 10 ثواني ولسه ما خدتش مكالمه بكذا، وهو دوت الجريد اوف سيرفيس بتاعتك. طيب الافريج ديلي اللي هتستناه في الطابور given by البروبابيليتي اوف ديلي اكبر من 0 اللي هو المعادله دي، مقسومه على مضروبة في h على c minus a، h الـ average quality duration، c number of channels، والـ a الـ traffic بتاعتك. تمام. وهنا ده الجداول بتاعة الـ Erling C system. هنا ده الـ number of channels اللي هو 1 و2 و3 و4 وكذا، وتحت الـ traffic intensity الـ Erling اللي هي الـ a. وهنا الـ probability of delay دي المفروض هي الـ probability of delay أكبر من الصفر، يعني المفروض إن الـ curve ده هو الـ probability إن الـ delay أكبر من الصفر،
اللي هو المعادلة دي اللي فيها الفاكتوريالز دي. فغالبا اللي بيحصل انت بتخش في التشارت او في الجداول وبتجيب البروبابيلتي اوف ديلي اكبر من الصفر. لو انت طلب في السؤال انك تجيب الديلي اكبر من سيرتينتي، هتضرب الرقم ده في الاكسبوننشال سي ماينس ناقص سي ماينس اف تي على كابيتال اتش. ولو انت مطلوب الافريج ديلي في السؤال، هتاخد الرقم اللي طالع من التشارت وتضربه في اتش على سي ماينس اف. خلينا نشوف الاكزامبل ده مع بعض. consider an Erlang C system where users are active 50% of the time and the average call duration is 5 minutes. It's required that no more than 5% of the calls are put into a waiting loop. تحط في الكيو. How many channels are required for number of users 1 to 8? And what is the average wait time in each of these cases? طيب خلونا كده نحاول نفهم المعطيات بتاعتنا عاملة ازاي. طب الـ average call duration دي اللي هي مين؟ الـ H. الـ H بتاعتنا تساوي 5 minutes. كويس. الـ users بتاعتنا active 50% of the time. تفتكروا دي معناها ايه؟ اللي هي الـ A يبقى 0.5 Erlang. بالظبط. دي الـ A per user مش كده؟ فالـ A per user اللي هي الـ 50% أو الـ 0.5. لأن احنا زي ما اتفقنا إن مفهومنا للـ Erlang أنت هتتكلم كام دقيقة في الساعة. فاكتف 50% of the time معناها ان في الساعة اتكلمت 30 دقيقة، ان في العشر دقايق اتكلمت 5 دقايق. فال 50% دي معناها نص earning. هي ليه دي per user وهي مكتوب users are active؟ لان انا هنا غالبا دي on average. يبقى users are active معناها ان individual users، يعني انا فاقراها كده ان هي 0.5 early، لان هو كمان شويه مديني ال total number of users 1.8. بس هي تفهم ان هي للسنجل يوزر، يعني على اعتبار ان انا بوصف نتورك زي كده غالبا انا هبدا باليوزر يعني. وان كان ممكن في الوردنج او في الامتحان يعني نوضحها اكتر، لكن هي ديت الترافيك بير يوزر يعني. لان كمان في حاجه تانيه، المعادله بتاعت الاي اللي هي اليو في اللامدا في الاتش داخل فيها عدد اليوزرز، فانا ما اقدرش اوصفها ان هي يوزرز ار اكتف. هنا يوزرز ار اكتف تدي انطباع ان هو اليوزر الواحد بيتكلم نص الوقت. طيب فدي اللي هي اللامدا في الاتش، والاتش بتاعتنا 5 minutes. It's required no more than 5% of all calls are put into delay. فال probability ان الديلي اكبر من صفر، مطلوب ان هي تبقى no more than اقل من او تساوي ال 5% 0.05. وبعد كده عايزك تحل مرتين، مره لو في 1 يوزر، مره لو في 8 يوزر. طيب خلينا نحل لو في 1 يوزر. فلو اليو بتساوي 1 يبقى التوتال ترافيك هي 1 في ال A U اللي هي بنتكلم في نص earning. كويس. فيبقى لو رجعنا للتشارت دوت، فادي 2 من 10 من 10 4 كده نص ايرلينج اهو.
تمام، ومطلوب ان البروبابيلتي بتاعه الديلي اقل من 0.05. فادي ال 0.05 اهي، فهعمل خط هنا كده تمام. ويبقى احنا عايزين حاجة تحقق الكونديشن دوت، ان البلوكينج بروبابيلتي تبقى اقل من ال 0.05 مش اكبر، واحقق الترافيك 0.5. فيبدو من الرسمة ان ده يحصل هنا، اذا كان ده واحد ده اتنين يبقى ده كده تلاتة، يبقى احنا محتاجين تلاتة channels علشان احقق الكيرف ده اللي هو هيديني الترافيك 0.5 وبلوكينج probability اقل من ال 0.05. لان خد بالك لو خدنا السي ب 2 هيديني for the same traffic هيديني blocking probability 0.1 which is not acceptable. يبقى احنا operate عند النقطة ديت وعدد channels هيبقى 3. هل الخطوات واضحة ولا فيها مشكلة يا جماعة؟ لا تمام. لو اليو بتمانية وعندي تمانية يوزرز، هتبقى الترافيك بتاعتي تمانية في الترافيك per user، يعني نتكلم في أربعة إيرلينج. فلو بنتكلم في أربعة إيرلينج، ادي واحد اتنين تلاتة، ادي الاربعة اهي. تمام، وبرضو مطلوب ان انا ابقى اقل من ال 0.05 اللي هو نفس الخط الازرق ده. هنتكلم عن النقطة دي. فبرضو لو اخترت العدد الكيرف ده هيديني بروبلوكينج بروبابيلتي اكبر من 0.05، يبقى انا غالبا بدور على الكيرف ده اللي اوبريت عنده. لو رجعنا بقى للكيرف ده، اعتقد ده العشر، حد كده بس يمشي معايا. ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، ده تسعة صح كده؟ حد يعدي معايا تاني. تسعة ده يخص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، صح كده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. أيوة تسعة يا دكتور. تمام، يعني أنا بس مش شايف نظري يعني مش جاي تسعة. فلو هو تسعة يبقى إحنا بنتكلم هنا إن السي بتاعتنا تسعة. يبقى أنا عشان أقدر أخدم تمانية يوزرز احتاجت تسعة. طيب، فيبقى ال A per user نص إيرلينج، وال H 5 minutes طبعا دي نص إيرلينج. ومطلوب إن ال probability of delay أقل من 0.05. فلو عندك 1 user محتاجين 3 channels زي ما اتفقنا فعلا. ولو عندنا ال 8 user هيطلع فعلا ال 4 إيرلينج ومحتاجين 9 channels. حلوة. وطبعا لما تبص على الوضع الاولاني الثلاثة يوزر انت بتوبريت هنا، فلو جيت تشوف هتلاقي البلوكينج بروبابيلتي بقت كام؟ somewhere في النص كده، يعني I would say مثلا 0 point ما بين 01 و 02 مثلا 015 ولا حاجة. طبعا الارقام دي approximate خالص، يعني السكيل مش لينير يعني. فهنا هتلاقي
ان انت كان الريكويرمنت ان انت اقل من ال 0.05 وخلاص. فانت هنا لو بصيت على الكيرف هتلاقي ان البلوكينج بروبابيلتي 0.15، هنا مثلا هتلاقي البلوكينج بروبابيلتي I would say مثلا 0.025 ولا حاجة، يعني برضه roughly speaking. طب احنا محتاجين ده ليه؟ لأن هو طالب مننا في الحقيقة الـ average wait time. الـ average wait time نجيبه ازاي؟ هنبص على هنا، فالـ average delay أو الـ average wait time هي الـ probability إن الـ delay أكبر من الصفر لو بيطلع من الـ chart أو من الـ table. مضروب في h على c minus a، فعدد الشانلز احنا جبناه، الترافيك جبناها، والh اللي هو الـ average pool duration given اللي هو بال 5 minutes، فنقدر نحسب الـ average delay. يبقى انت هنا في حالة الوضع الأولاني لو user 1 c 3 الـ probability of delay 0.015، ونقدر نحسب الـ average delay 0.03 minutes. وطبعا هنا يبدو ان في حاجة مش منطقية. حد شايف حاجة مش منطقية؟ هو يوزر واحد وليه ثلاثة channels. اشكرك. يوزر واحد ليه ثلاثة channels وفي delay، في 0.03 minute delay. يمكن من هنا نشوف ان المعادلات ديت هي based على شوية assumptions، زي ما اتفقنا شوية assumptions memoryless arrival و passo distribution و arrival وهكذا. ف ممكن تبقى assumptions دي مش valid، لان هو واحد من assumptions لو تفتكروا كان عندك infinite number of users، يعني assumptions اللي قلناها في early B وغالبا تنطبق هنا كمان، كان عندك number of users ضخم جدا compared to the resources، وبناء عليه تم استنتاج المعادلات. فمن هنا يبان ان المعادلات دي بتعبر عن سيناريوز تكون فيها عدد اليوزرز ضخم، عدد التشانز قليل، فيبقى الكلام له معنى. لكن هنا هو يوزر واحد، فاكيد مش محتاج ثلاثه تشانز، واكيد مش هيكون في ديلي، ان هو زي المكالمه هيلاقيها لو حطيناه تشانل واحده. فهنا سيمينجلي الاسامبشنز اللي احنا بدانا بيها ما تنطبقش في السيناريو ده، عشان كده المعادلات مطلعه حاجات مش منطقيه. ال 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 الارقام هنا تبدو غير منطقيه شويه. السؤال does this make sense؟ لأن ممكن احنا نتوه في المعادلات، لكن الانجينيرنج سنس هيساعدنا نحكم على الامور بشكل اوضح شويه. فيبدو ان الارقام دي doesn't make much sense، لان هو يوزر واحد، وغالبا السبب هنا ان الاسامبشنز اللي احنا بدأنا بيها مش applicable، ان كان infinite number of users او الاسامبشنز اللي بيها مش موجوده، يمكن مين اللي هو النمبر. لو كان عندك 8 يوزرز وعندك 9 شانلز، هتلاقي probability of delay اكبر من 0.025، وهيبقى الافريج ديلي هتاخد probability of delay اكبر من 0 اللي هي جايه من التشارت برضو. وهيطلع الـ delay 0.025 minutes. وبرضه هنا يبدو إن الأرقام مش أحسن حاجة، إن هو 8 يوزر وعندك 9 channel، لما تحط لكل يوزر channel يبقى ديزاين على الورست كيس اللي هو 1 يوزر. فيبدو برضه تاني إن المعادلات بتاعتنا ديت valid for infinite أو very large number of users، هتدي نتائج منطقية أكتر شوية من لما يبقى عندك يوزر واحد او 8 او ارقام تكون صغيره شويه. تمام. هل الدنيا واضحه؟ هل الدسكشن واضحه ولا في مشكله؟
نتائج. تمام. طيب السؤال في الامتحان بيبقى سؤال سهل قوي، سؤال هديه غالبا يعني، بيبقى هدي لك شويه مواصفات، ان كان الافرج كول ديوريشن، الكول ريت هتحسب منها الافرج ترافيك بير يوزر، في عدد اليوزرز جبت الريكويرمنت، طب عندك كذا اوبريتور وزعنا للشانلز، هات لي الترافيك التوتال، طب هات لي الافرج ديلي لو هنستخدم ايرلينج سي، طب لو ايرلينج بي هيحصل ما اعرفش ايه. سؤال سهل جدا وبيبقى بس محتاج تبراكتس، يو نيد تو براكتس سولفينج الوت. تمام. And let me stop at this point. أي أسئلة؟ تمام. طيب let me stop recording.